استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية اليوم سعادة السيد مارك هاربر وزير النقل البريطاني والوفد المرافق بحضور سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام. نعم، وقد رحب معالي الوزير بسعادة وزير النقل البريطاني والوفد المرافق، ومشيدا بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين والحرص على تعزيز أوجه التعاون الأمنية القائمة وبحث المشاريع المستقبلية بما يسهم في فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات، لافتا معاليه إلى أهمية الاطلاع على التجارب الأمنية المتميزة التي تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة بما يضمن التطبيق الدقيق لمعايير الأمن والسلامة في كافة المنافذ، ومنها أو من بينها مطار البحرين الدولي كواجهة عصرية لمملكة البحرين. تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مجال أمن المطارات والطيران انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية والعمل المشترك على مواجهة التحديات الأمنية بجانب عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية.